السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. زاد خرج يامس خميس، يامس زاد خرج يعني في قناة دريم ولا كي يسموها هذيك القناة، وتشحاتها كريم شحاتها ويفوتها واحد القناة يعني وين تكلم، دار اتصال مباشر مع رئيس الاتحاد المصري على المباريات الودية لبالك ما غاديش على بالك بلي وين صبحنا نكذبو، ماشي احنا نكذبو كي نقول نكذبو، ناس هادو اللي يطلقو دعايات يعني مكانش على بالك شي قالكم، على بالك شي قال كان مكان، على بالك المكان حتى حاجة يعني كاينه، قال لك كلش اشاعات، قال كلش اشاعات ما كاش، قال لك قال كريم شحات عمك، قال له هذا الكلام، قال له من اين، قال له الجزائر، قال له رانا نجيبوا مواقع جزائريه يتهضر، قال له كاش، قال له ما كاش، قال له ما ما ما, ما تناقشناش كاع هذا المباراه الجزائر بلي ما تناقشناش والو، مكان والو قال لك، قال لك لا توجد اي مناقشه يعني مباراه بين نلعبوا مع الجزائر، قال لك المدرب تاعنا قال لك حط لنا 4 تاع منتخبات، حط المغرب، حط السنغال، حط الكوتيبور، حط بوركينا فاسو، نيجيريا، قلت لك السنغال، نيجيريا وبوركينا فاسو 4، قال لك ما حطناش الجزائر في البروغرام، قال لك منذ 4 قال لك نيغوسو ونحوسو نلعبوا مع وحده مليحه معاهم، هذه هي قال لك نحوسو عليها. احنا لازم، احنا عندنا العراق، احنا راحوا قلعوا العراق يعني الاولى قلعوا جنوب افريقيا، ومن بعد قال لك لانيبيا، ومن بعد قال لك الغابون، ومن بعد من الغابون قال لك راحوا لمصر، من مصر راحوا للعراق، العراق بعد دوروا يعاودوا يولوا فانيك، يعاودوا فانيك كيما هذا مشاكره مازال مليح في ريسانكم، هذا العرق زرق تاع مشاكره هذا الصغير مازال كاين في ريسانكم، ما تلعوا الشيطان، ناس تولي تقزع فيكم، تولي تكذب فيكم، ناس تولي تكذب نورمال عادي، معسوب تكذبو نورمال عادي، ما زلتو هذو القنوات تاعكم وهذو لي باج تاعكم قلعتو بهم مع مشاكرة، مشاكرة راح حشمان يزيد يهدر، مشاكرة راح حشمان يزيد يهدر، وانتوما نورمال عادي عندكم زعما السوق عادي نورمال، زعما السوق عندكم عادي يعني ما عندكمش إشكال. راني نشوف بلي ما عندكمش اشكال كاع، والله ما عندكم اشكال كاع، محسوب عادي تكذبوا نورمال، جات ما جات رانا نقولوا جات يا الشيطان، هضروا على حاجه، هضروا على البصل، هضروا على البنان، هضروا البنان تشبعوا منه نقصوا منه، قال لك البنان نقصوا منه يا ودي 25000 غالي عليا البنان، انايا بنان 25 و30 و40000 غالي البنان، بنان غالي تا شبعوا منو البنان خلاوه روحهم، خافوا ولي ناكلوا معاهم هذو، ياه تخافونا ولي ناكلوا معاهم، ايا غلاوه ومن بعد كلاو وحدهم، كملوا كيما واحد المسؤول قالوا احنا البنان زعما هادي بغا يرد على المغاربه، قالوا احنا البنان نشرو زوج كيلو ناكلو كيلو ونقيسو كيلو لشواده، نتايا غادي يقولها لروحك، والله ما نسامحوكم مولي، والله ما نسامحوكم، والله العظيم ما نسامحكم، انا واحد من الناس والله ما نسامحكم، والله ما نسامحكم، خاطر غير الرب اللي راه داري، الرب وحده اللي راه داري، وصابرين ربي، هذه بصح والله ما نسامحكم، والله العظيم لا ديناها من عندكم عند ربي بالقطره، بالقطره كاش تاي بالقطره، بالقطره ندوها من عندكم، خاطر علاه؟ يقول لك كل راعي مسؤول على رعيته، انتوما راكم مسؤولين علينا بالصح، والله العظيم ما نسامحوكم، البصل ولينا نشوفوه ولينا نخافو ما نساوموهش، البصل يا الرب العالي ما وليناش نساوموه، تخاف بكري كانت التالية تقول له دير قلبه بصل دير، شحال طيح؟ يقول لك طاحت ديميل، دير قلبه دير، البصل ضرب ولينا نخافو منه. تنكسر عليا انت يا بنان، طاح بنان طاح على راسك كي لبغى ليحشولكم. وين تحدث تقرير اعلامي
نطبق عن خوض منتخب الجزائر مباراة ودية ضد المنتخب المصري شهر جوان المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة. في هذا الصدد خرج رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام عن صمته بخصوص المعلومات المتداولة ليقدم تفاصيل حول حقيقة الخبر الذي غير موجود أصلا. وأكد رئيس الاتحاد المصري للعبة أن المدرب الفراعنة يعني روي رشح أسماء لخوض مباراة ودية ضد المنتخب المصري خلال توقف الدولي المقبل، إلا أن المنتخب الجزائري لم يكن من بين يعني من بين هذه الأسماء وفق لموقع وان يعني وين وان هذه. وأكد علام أن المنتخب المصري لم يتلقى أي عرض رسمي من جانب الجزائر لخوض مباراة ودية، نافيا بذلك الخبر المتداول المؤكد بأنه مجرد شائعات فقط. هذا مكان هدروا على البصل، هدروا على البنان، هدروا على الطوماطيش، هدروا على الصوالح، هدروا على الصوالح، تهدروش على الفاكهة، الفاكهة غالية، الفاكهة ما تهدروش عليها، هدروا نزلوا شوية تحت. الفاكهة راهي توزن مع الذهب، الفاكهة راهي بالنسبة لينا احنا شوات توزن مع الذهب. انت تروح عند كيسموه عند البيجوتري تساوم على مسكية تاع ذهب كبيرة ولا سبتة تاع ذهب كيما هكا، التفاح البعويد هذو صوالح الخوخ هذو صوالح يعني كيما مع الذهب، ما تروح تساومو ما تشوش كاع فيهم. ولدك ما يسمعت عليك تضربه بيطو يسكت ملكة. قول علي انا يا بنان 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 خضرة اذا تروا على السؤال تي تكذبوا علينا يا يتكذبوا عليك وتكذبوا عليه بس تو تكذبوا ما تحشموش. في رمضان تكذبوا، في الفطار تكذبوا، ترقدوا تكذبوا، تنوضوا تكذبوا، دو اصلا كذب. هو حشموا على روحكم ها بين المبال بريزيل بين روحتوا للعراق، العراق فانك، العراق فانك هدرتوا عليها. المهم علموا انتم غادي تلوغي قالك ندير قالك بيدير تربص والله تربص كاع مكاش هذا التربص هذا راكم تحضروا عليه مكاش كاع تربص. وماذا بيدير ديروا له تربص في قطر ديروا له يبقى نهار يهود الكوتيفوار ديروا له ديروا له بطل الحمان على بالك العرق يا ودي. وين أشارت تقارير أخرى أن منتخب جنوب إفريقيا هو الآخر مرشح لخوض ودية ضد الجزائر بملعب عنابة، كما ذكر الموقع أن المنتخب الجزائري تلقى اقتراح لخوض مباراة ودية لنظيره السنغالي. السنغالي لا يجيب شكون اللي يلعبوا معاه، شكون اللي يقبل يلعب مع السنغال، شكون اللي يقبل يلعب مع السنغال، تقبلوا تلعبوا مع السنغال. هانتوما اللي قاضبين المظلة تاع المدرب تقبلوا تلعبوا مع ما تقبلوش تلعبوا مع السنغال. ديجا ما تهضروش كاع عليها، ديجا كاع ما شفناكمش كاع تهضروا تقولوا لي نلعبوا مع منتخب قوي، تبغوا تلعبوا مع تحت النيجر، مع تحت النيجر. النيجر على بالكم باللي السيار بي ربحتها، السيار بي ضربتها بخمسة وانتوما ربحتوها دو اخرجتوا توغوا تقول اي دير. نقول لكم شنو ديروا، ديروا هذا التأهل إنجاز كما وليتوا ديرونا، ولي تقولوا لنا هذا المدرب حقق إنجاز كبير يعني بعدم خسارته عاما مع النيجر أوغندا وتنزانيا. النيجر النيجر وأوغندا وتنزانيا 2010 على بالك بلي طحنا حنايا كاتريام شوا كاتريام، حنا مستوى رابع، طاحت قدامنا مصر وتزيد زومبيا وتزيد رواندا ونزيدوا حنا وكالي فينا احنا البرومي كوب دافري كوب دي موند على بالك بيا ولا ما على بالكش. تايا مع اوغندا درنا شو درنا ماتش نيل درنا 0-0 مع رواندا، ومن بعد جاتنا مصر هنا ضربناها بثلاثة وروحنا ربحنا كيسموها ربحنا كيسموها يا ربي. انتوما مي تقولوا انجاز، تقولوا هذا المدرب حقق انجاز اربع مباريات دون انهزام. اروح نقول لكم ما تكذبوش على بالك بلي ربحنا درنا ماتش نيل مع رواندا وربحنا مصر وزدنا روحنا ربحنا زومبيا وزدنا جبنا رواندا هنا ربحنا ربعة تعليمات كات ماتش لا واه لا روحنا جبنا
جبنا عاودنا جبنا زومبيا ربحناها 1-0 وربحنا رواندا 3-1 ربعة تعليم 5 تعليمات ربحناهم ما خسرناش. خسرنا 2-0 الماتش السادس في مصر. وهذا الانجاز اللي راكم تهضروا عليه اللي دار هذا المشرف تاعكم، على رانا حنايا ننساه ولا كيد بالكم قاعدين تكذبوا؟ نورمال زيدوا كذبوا، زيدوا كذبوا على اولاد مشاكره والكوافير. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم خوتي.